بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد الزقاني رئيس جمعية الحركية للجميع التي تعنى بالشلل الدماغي، ويبلغ عدد المستفيدين فيها 126. الآن بشراكة مع مجموعة من الجمعيات ومنها نداء الوطن وشعلة الأمل والأيادي البيضاء، نقوم بتقديم بهذه الأمسية الترفيهية لفائدة المستفيدين من خدمات الجمعية، وذلك بغية تقديم مزيد من الدعم النفسي للأمهات والمستفيدين بصفة عامة. إذن الأمسية بمشاركة مجموعة فنية بمساهمة مجموعة فنية وبمساهمة شركة ماكدونالدز فاس. نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الإخوة المشاركين، ونتمنى أن تدوم هذه الأمسيات التي تدخل البهجة والسرور على هؤلاء المستفيدين. شكراً.